الموضوع هذاك لا ما خرجت من عند حتى حد، ما هربت بحتى حد، وعمر مانيش متعود بصنهر، وانا ما هربتش من الضغوطات اللي قاعد تعرض لها يوميا بصنهر من رضا دريدي. لا رضا دريدي جاب معناها طلبني، قال لي معناها هو حب يتحصل على الرئيس ما تحصلش عليه، طلبني قال لي اخويا انا السيد اللي جاي تابع عندما لجون تاعو، قالوا انا قال لي انا وياك غدوه، انا هو وياه غدوه 11 نتاع الصباح، قال لي راه باش نجيبك باش نجيو البيروك وتحمل مسؤوليتك. قلت له باه نشوف مع الرئيس ونرجع لك. اوكي اليوم غدوه انا موجود في بيرويا، مع العلم انه بيرويا الكل دي كاميرا دونك نقول موجود في بيرويا، موجود في بيرويا وعندي الاثباتات. معناك اليوم مش صحيح هو الاكثر من هكا؟ لا مانيش باش ندخل، ما نحبش ندخل في كذبته. ما غير انت ما كذبته، اسمعني تنجم تصور واحد ما ندخلش في تكذيب العباد. مي اليوم تغدوا انه مع ال11 غير دارجين يطلبني الكاتب العام تاع النادي الافريقي سي منوب الترودي، الافوكا تاع اوندما بعث ميل يقول فيه انه السيد معناها لاجون تاعو جا وما لقاش شكون استقبله، والرونديفو نتاعو مع ال11 ما جاش. الرونديفو هو كان انهم باش يجيو البيرويا ال11، ال11 غير دارجين بالضبط، يتبعث الميل انه ما ثماش شكون. وقت لي انا ديجا في بيرويا معناها مانيش باش نمشي لهم البقعه، هما باش يجوني هما ما جاوش، ما نعرفش شنو الاسباب. اما العمليه، اما اسمعني لو بلوز امبورتون، انا ديما نكون بوزيتيف، لو بلوز امبورتون ان لافوكا نتاع لافوكا نتاع النادي الافريقي تحط اون كونتاكت مع لافوكا نتاع اوندما اللي قد الاتفاقيه ذي، فهمتني، وقاعدين يخدموا مع بعضهم ونورمالمون باش يوفيونا معناها باتفاقيه صلح اخرى، خاطر الاتفاقيه الصلح الاولانيه رئيس النادي بطبيعه عنده عليها احترازات، خاطر موجود فيها التزام النادي الافريقي انها باش تخلص 400 الف اورو نهار 15 نوفمبر. بون هو مفروض الاتفاقية تبت بواسطة الرئيس السابق وانه هو اللي باش يخلصهم، لكن كي تقرا الوراق معناها رئيس النادي الافريقي الحالي لا 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 ما دخلناش للبياج وما قلناش بياج وحد ما قال بياج هذايا وما نحبش ندخل في نظريات المؤامرة. مي الرئيس نتاع النادي الافريقي قالك انا كي نصحح في الاتفاقية ذي لو 15 نوفمبر يلزمني نخلص 400 ألف يورو، إذا كان ما خلصوش من الجانب الآخر يلزمني نخلص 400 ألف يورو. أنا اليوم يعجلنيش نخلص المبالغ اللي ملزم به. دونك ما نجمش نزيد ناخذ التزام دون زان موا ديمي ولا أموا سانك جور باش نزيد نخلص 400 ألف يورو. يقول لك صحيح ثم تعهد من الجانب الآخر، لكن أون فان كونت تعهد باسم النادي الإفريقي. معناها أنا اللي باش نحمل مسؤوليته. تفهمتوا باش تبدلوا فيها باش يتم فيها التغيير في ليزيسيونسي، تفهمت في لي مونتون ليزيسيونسي، قاعدين يخدموا بعضهم مازالوا ما رجعولناش بالاتفاقيه النهائيه، مي ثم خدمه قاعده بين زوز محامين. معناها مو صحيح انه رضا دريدي كلمك وقال قلت له انت ابعث لي ماي. لا لا لا، رضا كلمني قال لي غدوه 11 ونص باش نجي، قلت له ابعث ميل من عند الافوكا نتاعك، من عند الافوكا نتاع اوندما، خاطر سيتي الموضوع. اسمعني الموضوع تعرف فيه شويه حساسيات، كي يجي ميل من عند لافوكا يعطيه صبغه رسميه اكثر. جاء الميل من عند لافوكا، مي ال11 نتاع الصباح ما جا حد للمكتب نتاعي.